عاد لا تنسى أن ترسلين صور ملكتنا وانتبهي لنفسك. إيه ولا تطلعين بالليل أخاف عليك ترى. مع السلامة. مع السلامة يا الحب. عسى الله يجمعكم على الخير. الله يجزاك خير. ترى أستحي يمه. أقول يمه حبيبي دواي خلص أبيك تجيبه لي من المستشفى هذه البطاقة. بشري بعزس ما طلبتي شيء. دقايق وأنا عندس. تسلم. اسمع ابى اروح اجيب العلاج دقايق وراجع لكم. خلى الجوال بالشاحن واذا دق احد لا ترد. لا تصير موقوف. خلاص عدل لا تلطعنه تكفى. ريح بس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا الحبيب ابد هذا كرت الوالده ابى اصرف له العلاج. ابشر ابشر. خلاص اخوي خليك صاير في انتظار لحد ما ينزل العلاج النادي عليك ان شاء الله. كفو يا الدين. حياك الله. تعال تعال تعال. وش عندك هنا؟ انت وش عندك ابوي؟ ابوك البثارة فخر يا ورع. الو ايش؟ الله يستر. ايش بلاهم اختار شو ذول؟ حد عرف مين المريض العرب؟ هذا هو. انا هذا هو. هذا هو. شو السالفة؟ صافي. اهدى منصور. اهدى يا منصور. حسين انتم فك يا ولد فك تراكم فاهمين غلط فك. عيال تراكم كنا عامر. اي والله عامر. ايش بدا؟ خل نروح يا ابوي. روح 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 روح. عامر ايش فيك؟ اركب. ايش بك يا عامر بسرعه فنيله؟ سلامات عامر ايش فيك؟ صورته نفسيه؟ النشبه دايبه. النشبه دايبه. النشبه دايبه. ايه رد على ابوك. النشبه دايبه. رد على ابوك. النشبه خلاص خلاص بنزل هنا. وين تنزل فيه انت مجنون؟ طب عادي تودوني بيتي؟ خلاص خلاص بنوديك بيتك بس انت اهدى اهدى. ايه الدوشه دي يا منصور؟ ايه الدوشه دي؟ منصور من؟ اقسم بالله اني بن منصور انا عامر. طب اهدى شويه يا عامر. اهدى يا حبيبي. اركد فديتك يا منصور. يلا انزل شوف امورك ريح وكلمني بالليل زين. هاي اخلص انزل انزل. هيا هيا انزل. أقول له شل جوالك. سلام. عجيب والله وطالع للشارع بسروال وفنيلة. اذرب الغربك يلا اذرب اذرب عشان ما شاف أحد من وش عندك بغرفتي؟ وجالس على سريري. اسف اسف يما يما يما
عامر وش عندك مع الشغالة؟ تعال غرفتك هناك هناك. أخبارك إيه النهاردة يا منصور؟ الحمد لله يا أخي، قلت لك ماني منصور، أنا عامر. طيب عامل إيه النهاردة يا عامر؟ بخير، بس لو تعطيني جوالك يا دكتور. عايز منه إيه يا منصور؟ أنا عامر، ما تفهم أنت؟ مفيش مشكلة، عايز منه إيه يا عامر؟ أبدق على أهلي على أساس أثبت لك براءتي. أوه طيب، أنا برضه هطلع لك حاجة تثبت لك إنك منصور. يا عامر يلا الغدا يلا. بدون دجاج؟ اي خلاص خلاص. يلا 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 بسم الله. شكرا. تعال بدي صحن اخوك. وش ذا؟ ايش فيك قالب ثوبك كذا؟ يعني موضة الحين؟ خليه يتغدى. اقعد انا متغدى. عين خير. تغدى وليدي تغدى واشرب عصير وعين خير. الو الحمد لله بخير، انت شو اخبارك؟ خلص حبيبتي، انت لا تضايقي نفسك، انا اخليه يكلمك. يلا مع السلامه. الحين البنت مرسله لك الصور ملكتكم، ولا ترد عليها؟ كلمها. توك متملك على البنت وبدأت تشوف نفسك عليها؟ احمد ربك انها وافقت. عاطل باطل. على هونكم على الولد، على هونكم عليه، وش مالكم عليه؟ وليدي وش حليله انا قدامكم. رد عليها. شوف انا ابوك، ابو مشاعل يبي يجي يتعشى عندنا الليله. ما بيك تروح، بيك تقعد تصب القهوة للرجاجية. عامر كاشخ ها؟ ايش الحركة كاشخ ده الزين؟ ايش رايك ناخذ سيلفي على السريع كذا؟ اضحك. ما شاء الله تغير عامر ما شاء الله، وغدا رجال وشقردي. الله يخليه لك كلام. الله يبارك فيك. امه راحت وخذت عمره ودعت له هناك عند الكعبة، ومن يومها وهو صاير رجال والحمد لله. الحمد لله. عامر ايش رايك نطقطق على ولد عمك كسبك؟ لا لا انا ما احب اجرح احد. ما تحب تجرح احد؟ كلام نطقطق عليه ترى. كم وانا بكسب الكهوة؟ هل جل داعيت لها؟ أنت يا رجال ترك أشغلتنا، تعال اجلس يا أخي. أنت ما تدري وش السالفة. أقول لهم ماني بمنصور، ماني بمنصور، أنا عامر، ما صدقوني. يا رجال أنا مصدق مصدق، ما أنت بمريض. حتى أنا بعد لا تحسب إني مريض. أجل وش أنت؟ أنا وزير الصحة الربيع طال عمرك. اثنين ابرة لو سمحت.
شغل يلا اخلص. يا ولد فيك انت؟ خلاص وقف 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 بسم الله عليك. وقف وقف خذ 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 تنزل خلينا نروح بسيارة تنزل منها بدل نروح الاستراحة مرة واحدة. انزل انزل من هناك من هناك. ايه جنبك. هاي عيال كم كم اتحداك اركض فديتك. روح 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 اجلس اجلس هنا. بطل يمينا بالله صح عليه. الحين الهدف نصراوي وانت هلالي ليش تفرح؟ ها؟ الهدف جميل وانا افرح لاي فريق يسجل هدف جميل. عجبتني الروح الرياضيه بالتصريفه. عامر ايش فيك؟ اركب. ايش رايك نطقطق على ولد عم مكسبك؟ لا لا أنا ما أحب أجرح أحد. يا ولد أستأذن يا شباب عندي شغل. وين وين يا النصراوي المندس؟ نسيت إنك جيت مع ياسر؟ بدبر نفسي يا أبويا. تعال أوصلك على طريقي. المباراة دي مالي صلاح فيها أنت عارف. أليتي وبس أركض فديتك. هيا يا ياسر رد. ايش بلا ما يرد ذا؟ ياسر رد على جوالك ولا هب وصامت. مرحبا. هلا ياسر انا عامر. تكفى تعدي بسرعه للمستشفى ملخبطين بيني وبين واحد اسمه منصور. تعالوا طلعوني بسرعه. سارق جوال بعد انا اوريك. شكوش نزلت عامر انت؟ ايوه نزلته. ليش في شيء؟ لا ما في شيء بس تجي الاستراحه الحين ضروري. يلا. ما هو السالفه؟ تعرف السالفه اذا جاء شكوش الحين. ابوي ابوي يبا ابوي يبا 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 هنا. هذه ما شاء الله ما شاء الله. ايش هالجمال ايش هالحلاوه. احلى مني يما؟ لا طبعا. ايه عامر تعال يما. عامر بكره زواجك ابيك تروح تحلق وتتجهز وتكشخ. ما ابيك تفشل لك قدام نسايبك. وش جاك ايش فيك كذا؟ المفروض تكون مبسوط. قضية شبيه وما شبيه وإننا نحن مخطئين هذا لا يمكن يحصل في مستشفانا. طيب الله يطول عمرك أنا عندي أدلة تثبت هالشيء. ما أبغى أسمع منك شيء ولا أشوف شيء. يلا تفضلوا مع السلامة. خذ العلاج هذا أعطه أمك. أنا بروح للجماعة واجي. خذ خذ أبروح واجي. سم ما
يا ابويا ليه ما تدق على الرقم اللي اتصل منه عامر؟ يا والله فكرة طيبة. والله فكرة. ألو السلام عليكم أخوي. ممكن أقابلك؟ أبي أكلمك عن موضوع إنساني وإن شاء الله أنك ما ترد لي. والله صراحة الموضوع كبير جدا وفي جانب إنساني، فعشان كذا أنا قررت أساعدكم. عامر وش مسوي بنفسك؟ تبي بنت الناس تضحك علينا؟ تعال أقول لك استعجل. تعال استعجل. شفيك شفيك وقف شوي خليني أضبطك. أقول لك استنى شوي. استغفر الله العظيم وش مسوي؟ تنزل يدك تصور زي الناس. معلش هو متوتر شوي عشان اليوم زواجه. ابتسم ابتسم ابتسم. باركين عرس الاثنين ليلة ربيع وقمرة. مبروك مبروك، الله يهنيكم ويوفقكم ويرزقكم الذرية الصالحة. آمين يا رب. اسمع أنا أبوك، بنت الناس حافظ عليها حطها بعيونك. حقك يا نصاب، ليش تاخذها؟ أفا يبا ما تسأل عن ولدك كل هالفترة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أتحداك تأخذها. الحين أنت متأكد إنك عامر الأصلي؟ إيه عامر الأصلي، ومو هو بتجاري وأصلي وكالة بعد. يرضيك يا عمي؟ يبيني أطبخ له ثاني يوم زواج كبسة لحم. هالحين تأكدت 100% إنك عامل الأصلي؟ إيه تطبخين. الدلع هذا خليه بيت هلس، تفهمين ولا ما تفهمين؟ طيب والله ماني بطابخة، أبي أشوف إيش بتسوي لي. إيش بسوي؟ أنت طالق 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 وعفش سبتها هلس. خذوه لا بارك الله فيه، رجعوا لي مسرور. أي أتحداك. أركب بديتي.